صرح مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام أنه بعد أن تم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للنزول الميداني لمعالجة المشاكل في الميدان والوصول لتهدئة شاملة للوضع، وبرغم أنه تم من جانبنا عدم الاعتراض على مرور المشاركين في المولد النبوي من جوار منازل القيادات المؤتمرية ومنازل أقارب الزعيم ومقرات المؤتمر، إلا أننا فوجئنا بهجوم مسلح من قوات تابعة لأنصار الله واستهداف الحراسات الخاصة بمنزل العميد طارق، ما أدى إلى استشهاد 3 وجرح 3 آخرين. وبناء على هذه التطورات الخطيرة والتي حدثت في ظل الاتفاق على التهدئة، فنحن نحمل أنصار الله كامل المسؤولية، مؤكدين التزامنا بوقف إطلاق النار ولجنة الوساطة والتهدئة المشكلة من الطرفين. وهذا الحادث يؤكد أن هناك من لا يريد الوصول للتهدئة. في 30 من